شوف، انا كنت كنقول لكم من النهار الاول، ساره الله يحفظك، انا كنت كنقول لكم من النهار الاول بان راه السيد اللاوي راه داير عينه على مالك، باغي يخروض باش يطيف نزار مع مالك باش هو في الاخر. علاش؟ حيت السيد اللاوي ما لقى حتى شي اوبجيكتيف، وتحياتي ليه، انا ماشي ضده، تحياتي ليه، انا كنقول ليه تحليل، ماشي زعما راه كنسبو ولا كنأتاكي شي واحد فيهم. انا قلت لهم بان راه السيد اللاوي راه الاوبجيكتيف ديالو ما لقى حتى شي واحد اللي تقبل عليه دير له الاوراق، راه طامع في مالك باش دير الاوراق، راه كيتلوط عليه. وهذا الشيء اللي استنتج دابا هو ده، قال لك بان في كلشي الاخر غادي تحالف. يتشرب، غادي يتزوجوا، وبان غادي يكون عنده وليد منه. ها انتم دابا وقفتوا على هضرتي. ويا وليد هذاك كاع، ماشي باينه واضحه اخوتي، انا ماشي عرفت بقيت باينه. تقصد هضره وانا هذه، علاش ما شهر باش درتش لهم، هشام؟ انا راه شهر باش لهم بان السي فرش باش مالك دير له الوريقات حيت بانت له فيها الضريبه. ها انا علاش ما درتش انا شي محاوله ولا شي حاجه؟ راه كاينين عده محاولات باش انا نجرها لجهتي ونقول لهذيك فهمونا اخوتي وحلوا عقلكم معايا وطوقوني. راه انا اللي جبت مشكل على مشكل، خنتها مع ثلاثه البنات بالتصاور، يعني انا اللي يعني بحال ما درتش شي محاوله قلت. ولكن اللي بغيتكم تعرفوا ان ديك راه الستيل ديالها ماشي بحال هذاك. دابا هو طمع، دابا داكشي اللي دار ليه سليمان باغي يديروا لي انا، فهم؟ غير الفرق هو حاسدني على ود كيشوفني بيل وكيشوفني حمق، ولكن كنطيح الزرزور من فوق السور. هو كيقول انا كبير وعندي اوراق واكا، يعني هذه حاسدني عليها، هذه بحد ذاتها ضاره في خاطره، ماشي مشكل. اشنو مشطره دابا ديك المراه عندي ملي عرفتها بيناتهم، بقات كتقول لي فين اخويا وصافي، ودارت لي ديك الثقه كيتسحب لي انهم غيتزوجوا وغتقاد لي الوراق. وبغيت دابا نزار، دابا انت ما فهمنا هذيك فيك والو، بغيت تبغي تدير هذه. دابا انت ما فهمنا فيك والو، دابا حتى البيبليك خاصو يفهم وكيسول وكيطالب باش يفهم واحد اللعيبه. دابا انت مره كتقول كتبغيها، مره كتقول ما كتحملهاش، مره غتطلقها، مره اسمحي لي. دابا خاصك تكون صريح في المواقف ديالك وتحدد الموقف ديالك النهائي باش الناس يعرفوا فين يمشيو. دابا الناس مره كيبغيو يتضامنوا معاك، شويه كتشقلبهم على راسهم، عاود شويه كيدوزوا من لهنا ما فهموش. دابا هما هادو كيجيو كيتعاطفوا معاك، كيوقع عندك الصح، غدا بحال كتضربهم في كل شيء، كتضرب لهم في الزيرو. عندك الحق هشام، انا غنجاوبك، نهضر معاك صريح. وديا الهضره، انا غنهضر معكم صريح، اقسم بلا اله الا الله الا ما فكرتش ندير شي فيديو ونقول داك الشيء اللي درت اليوم واللي كنت ناوي البارح. علاش غيقولوا هادشي بحال شي فيلم؟ فهموني، انا على ديك الفكره ديال بحال شي فيلم ما بغيت نقول والو، واللي دابا غنقولها ان شاء الله. لا اقول خاص الناس تثق فيك اخويا، يقول الجمهور باغي يسمع. انا دابا غنهضر بعقلي. انا امتى اقتنعت هذه 3 ايام؟ وقبل هذه 3 ايام كانت من موراها 3 ايام اخرى، وانا كنحاول نتاكد قبل ما ناخذ واحد القرار اللي غادي يكون نهائي، قرار اللي غادي نسمح فيه انا على دوك الوراق. صافي هضر انت، داير السسبنس بحال اللي ما عرف شنو غادي تقول. بلاتي اخي هشام، يعني القرار الاول هو انني غادي نسمح في دوك الوراق اللي غادي يجيو منا، والقرار الثاني يعني كنفكر باش من باش زعما من حقاش كيف ما كان بان لي مرتي، انا راه انساني باش ما يجينيش يعني بالضمير ونقول واحد النهار ضحكت عليها ولا ضيعت لها 3 سنين من حياتها. يعني بقيت كنتاكد صافي، دارت واحد الحاجه اخر مره انا درت كنت هي راه دوزات حياتها كتعيش معاك غير الاشواط الاضافيه. انا كنت غير كنتيستي خي هشام، هذه بغيت نقولها، يعني انا من كثرت ما كنتيستي فيها، يعني كنت كنتعامل معاها زوين، كنت غير كنتيستي قبل ما ناخذ القرار اللي غادي ندم عليه. ابلاتي صافي، ملي نهار فاش تاكدت، نهار فاش هزيت ايديا وقلت الله يعاونك، قبيله انا ونيبالا والسيد اللي معاه من الجديده، مشينا الوضع مشينا الخريبكة، قدينا شي امور اللي مفروض عليا دابا انني ما نقولهمش، ومشينا الوضم حطينا شي لعيبه تماك، ومن موراها رجعنا. هادشي علاش كتلقاوني عيان، هي فاش دابا هي فاش صافي بغيت نشط مع راسي وندير اللايف باش نحيد ليا. وما تقدرش تقول لي شنو هي اللعيبه ديال واتساب؟ اه والجمهور ديالك ما تقدرش تقول لي اشنا هي اللعيبه اللي درتي في واتزم خريب قا واتزم؟ ما تقدرش تقول. لا ما نقدرش نقول، غنخسر كل شيء. من موراها هشام، من موراها هشام شنو كاين؟ اوروبا غادي يمشي لها عاجلا ام اجلا؟ لان ذاك السيد اول حاجه هو واحد من بزاف وكاملين، وجاه واحد الله يعمرها دار، قال لي انت شو العروض اللي عندك والفرص اللي عندك، وهشام من الاول راه مؤثر، راه هو داك الشيء اللي غنقول لكم، راه هو غادي يقول ما اثرش على راسي يعني. هذيك المره قال هبيل وحمق وهذه وهذه، حتى انا فيروز جيت من السفر درت الله قبيله، صورت شي بركه طلعت مع القايده غيتا، ملي جيت بغيت نعس بنادم صونع عليا قال لي شوف في اللايف ديال هذيك، قلت لي راه مبلوكيها، قلت لي دخلت بفو كونت،
ملي دخلت فوكونت لقيتها جالسه كتضرب فيا، جالسه كتقول اش جالسه كدير، راه كدير اللايف كتقول راه هو كيجبد دم فوكونت وما تبعنيش واعطيني اتساع وما تبعنيش باش الناس يتسحب لي، ما راه انا تابعها. واش فهمتينا فيروس؟ فهمتك اودي، بردو غضب عاوتاني يا صاحبي. كتمشي تعسف براسها زعما بلاتي، كتبقى مريحه ملي هي دابا داك الشيء راه ما كرهاتوش يكون بصح، هي نفسيا راه ما كرهاتنيش نتبعها بصح، فهموني. كتبقى مريحه وكتخيل داك الشيء راه طرا، وباش كتبداها بلي كومونتير، كتقول افعل ليك لاحك بايطقك، وراه ماشي انا اللي كتبتها، راه الناس اللي كتبوها. وكتقول لكم راه هو نزار تابعني بفوكون، راه هو نزار هادي، راه هو نزار هادي. فهمتوني اخوتي؟ باش الناس في الكومونتيرات يقولوا لا وهذاك السيد ما بغاش يعطيك اتساع، ويتحس براسه زعما راه نزار تابعني. فهمتوني اخوتي؟ راه هادشي اللي خلاني ندير اللايف ونقول هاد الهضره هادي. الفكره ديالي واضحه فيروز؟ واضح، ولكن دابا حنا ما كنفهموكش غير البارح وانت كتبكي كتبغيها، ودابا عاوتاني اليوم كتقول لينا طلع هشام، واليوم تقول لينا ما بقيتش بغيتك، راه دوختينا صاحبي. واتصنت انا ضر معاك، بلاتي صيفط قيست هشام، صيفط قيست الله يرحم الله يحفظك بلاتي، صيفط دابا انا كوكت هي، صيفط قيست هشام دابا انا كوكت هي، راه غناقش معاك هذا الموضوع. انا حيت ما بغيتش الموضوع ديالي يكبر في اللايف ديالي، راه انا ما كنهضرش عليها، وهذا الموضوع ديالك انه كنتو دابا طرات حوايج اخرين، دابا بزاف ديال الحوايج تغيروا، واخا نبان لك الطريقه هذه راه ساحب من عقلي. تقدر تتبع توضح ليهم الا كان شي حاجه، وضحها ليهم يعني كي تيقوا فيا وكل شيء. انا ما بغيتش نهضر في الموضوع ديالها صافي، ما بغيتش ندوي فيه كاع. انا غير اللي بغيت نقول للناس هذيك الهضره اللي كتقول راه غير كتكذب، ملي كتطلع كتقول نزار تابعني، وانا صافي انت اللي لحتيني ردوها، انت اللي لحتيني. ولكن دوك الكومونتيرات ديال بنادم كيعايرك يقول لها بايطقك نزار، وكتطلع كتقول لهم راه نزار هذاك هو اللي داخل عندي بفوكون، راه انا ما عنديش ذاك الوقت فين غنضيعو على قبلك باش انا نقعد فوكون فاش نتفرج فيك، وانت عارف انت راك انت عايشه معايا وقيله، وعارفه الوقت ما عنديش فين نتفرج في اللايفات. النمره ديالك ما مقيدتش عليها انا السميه، وانت كتشوفي كل شيء بعيني، ما تبقايش طلعي توهمي عباد الله. راه انا ما كنتفرجش في اللايف ديالك، وكاع لا تفرجت في اللايف ديالك، راه ما غاديش انا نضيع وقت على قبلك باش نقعد فوكون باش نتفرج فيك، وما تبقايش تكذبي على عباد الله. واش هذا هشام؟ نو، واش هذا هشام ملولي ولا ماشي هو؟ ما ديالي لا هشام راه في كونتو، حيت كيكتبوا في الكومنتار ماشي هو. ولا ديالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. صافي هشام هذاك الصوت في تباع بيع هذيك الساعه بحالك في الاخر. شوفوا طلع عباد الله كيعايروا فيا، وهي عارفاني ما درت لها، ما هضرت، تفارقت انا وياها، ما هضرت عليها ما والو، باش انا نتعصب ونطلع نضرب لها في ولادها، باش تعرفوا هذه كيفاش كتفكر. واش فهمتي يا فيروز؟ ولكن شوف نزار، دابا انت دابا لا طلعتي لي فان ديالك. انا دابا راه ما كنطلعش عباد الله يجبدها، الموضوع ما كنجبدوهش كاع. راه انا ملي كندير اللايف هاد لي فان ديالي اللي غادي يسبوها ما غاديش يسبوها، حقاش انا ما كنهضرش عليها لان الموضوع ما عليهاش كاع. واش فهمتينا فيروز؟ فهمتك اودي، الله يهديكم عاوتاني. من هي اللايف ديالها مختصر بيا انايا، خاصة اوبليجي تطلع تطلعوا بيا، تبقى تقول ظلمني نزار، فعل لي نزار، هادني الحق وان الظلم ظلمات، باش يطلع ليها اللايف. هي عدات 300، انا طلعت ليها الكونت فيه 300، انا فيها 20 كا، 20 كا شوا قدك 20 كا. نزار انا ملي كنت سميتها داخله عندها كانت هي في واحد العرس، معروضه لواحد العرس، ما شفتش انا السبان، ما شفت لا سبان لا والو. انتما كتشوفوها باش بغيت عليها. ودابا قولي لي يا اختي فيروز، ما كاين ما هكا، خليني تكمل. ودابا هاد السيده اللي طالعه كتضرب فيا وتطلع الناس يبداو يضربوا فيا، شنو بغات عندي؟ شوف نقول لك واحد الحاجه، انا والله العظيم شوف طلعتيني، انا ما ندخلش بين المراه وراجلها بتاتا، وحق الله العظيم خليني ننزل نزار بيناتكم، مازال لا كانت شي حاجه اخرى ولا شي حاجه. والله فيروز وفيروز هاد الكلمه ديال ما ندخلش ما بين راجل ومراته، هادي كون عرفتي قبيله فين مشيت انا وني بالا، وفين ما غتقوليش هاد الهضره هادي، ما تبقايش تقولي كلمه مراته، هادي اول حاجه. ثاني حاجه انا قلت لك ديك السيده دايره لايف وطالعه جالسه كتبرد في قلب تعير فيا،
واش غنقول لك انا زهرات ما ديما ديما كنطلع الدريه تطلعوا تخاصموا وعيروا فيها نطلع دائما كتخاصموا اول حاجه على بالها كتبيضقني يا بلاتي على بالها كتبيضقني راه ما كتبيضقينيش انا لانني انا اللي غادي نرد على راسي راه ما كاينش والحميه كتغلب السبع راه كاين انت هي الضحكه انت هي الضحكه كيضحكوا عليك قد بناتك يعني هذا الراجل اللي هو طلقك وما بقاش بغاك راه مازال مزوجه به بالوراق يعني ملي مطلع وحده قد بنت 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 بنتك كتعير لك في واحد مزوجه به حاليا كيتسمى راجلك راه انت يعني راه جالسه كتبيضق فيك انت راه ما كتبيضقينيش انايا لان الحمد لله راه داير اللايف ديالي راه انت اللي كتباني جالسه كتعيريني وانا ما جبدتكش يعني مازال محروقه من جيتي هو دير شويه النفس وبعدي مني راه البيبليك راه شاب راه الصباح ما دويت عليها ما دويتش لها كاع طيرتها من حياتي حتى داير عاوتاني معايا معايا كتفرج فيا تأسبيرت مني باغا تقلبني الا ما بقيتش غندوي عليه حتى كتلقى راسك كتبقى دوي عليه حتى كتسرح وسيري بعدي مني بلاتي ميزار دابا نتوما دابا ملي دابا كتسابوا حتى انا ما متبعش بزاف واش حنا دابا غنطيقوكم راه هادشي دائما كاين حنا راه كنضحكوا الناس تفرجوا انت غتهبطي المغرب باش خليك تاكدي انت غتهبطي المغرب انا غنهبط هاد السيمانه هاد السيمانه انا غنوريك على عينيك وغنقول لك ما تقولهاش في اللايف وغتفهميني اودي انا صافي تسيارات ديما كدير وهادشي اسمع ابلتي انا بغيت نعطيها لك الصدمه الا قلتها دابا ما غاديش تكون بحلاوتها فيروز كيف ما كان الحال راه عرفتيني انا الاول بقى بيناتنا انا عارف اللي كاين ولكن بلاتي نزار واش انا اللي بغيت نفهم الصدمه داك التمثيلات وديك زعما راه تابعني واكا انا نهار غنقولها في اللايف غنقولها في شوف تيفي بوم بحال هكا سيري تلاحي بحالك سيري بقيت كذبي دائما كدير واكا نزار ودائما كدير هذا الشيء دائما كتخاصموا كتصالحوا وكتوصلوا معطفين فيروز الهضره اللي كنقول مفهومه مفهومه راه الناس كيفهموا فاهمين في الهضره يعني الفكره ديالي واضحه شوف نزار بيناتكم نكونوا قاشدين وضاحكين نضحكوا نطلعوا كاملين راه ما يمكنش ما يمكنش اخويا راه دابا شوف انا ما تديش عليا دابا الله يعير فيا شنو اش بيني وبين انا وانت غير سمعني نقول لك واحد الحاجه وغتفهمني دوقني دابا انا خلي هي ملي تكون كتعير فيا قولي لها نزار ما هضر عليك ما والو فوتي عليك السيد